احنا بنرحب بوجود 17 وزيرة ووزير للمسائل الاجتماعية معنيين بالتنمية الاجتماعية في مصر. قمت بعرض برامج الحماية الاجتماعية المصرية، سياسات الحماية الاجتماعية المصرية، سواء كانت سياسات الدعم النقدي او الدعم العيني او برنامج التموين او الاسكان الاجتماعي او تطوير القرى او الاستثمار في البنية التحتية، وصلات المياه، وصلات الصرف، وصلات الغاز الطبيعي، تأثير على المرأة وحمايته للمرأة، ما قامت به مصر من حماية المرأة ودعمها من توجيه الدعم النقدي للمرأة. وكان الهدف من الاجتماع الخروج بتوصيات موحدة وبلورة موقف إفريقي موحد حول الموضوع المطروح ومناقشته، هو نظم الحماية الاجتماعية وفرض الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة.